الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى رسل الله أجمعين. سيادة اللواء قاسم حسين قاسم محافظ ألمانيا، أستاذ الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة، الحضور الكريم. الحقيقة سأجعل حديثي على قسمين، الأول يتصل بموضوع المؤتمر والآخر ليس بعيدا عنه وإنما يتعلق بالنسيج الوطني المتلاحم القوي الذي نجده راسخا ونعمل على ترسيخه في كل بقاع الدنيا، وليس في مصر وحدها ولا في محافظة المنيا وحدها. الحقيقة أنا أشكر أستاذ الدكتور محمد الريحاني عميد الكلية على دقة اختيار الموضوع، وأرى أنه يصلح لأن يكون موضوعا لرسالة علمية متخصصة ترقى إلى درجة الدكتوراه لدقته كما قال. والحكاية هبدأ يمكن بنقطة، أنا طبعا أدرك أنني بين علماء وطلاب علم وفي كلية دار العلوم، فيعني لن يكون هناك صعوبة إن بدأنا بمقدمة تحتاج إلى بعض الدقة. هو يمكن زي ما قال الدكتور الدراسات البينية في العلوم العربية والإسلامية، لعل أوضح مثال يعرف به المناطق أو يمثل به المناطق لقضية العموم والخصوص الوجهي هو العلاقة بين العروبة والإسلام. والعموم والخصوص الوجهي هما الأمران اللذان يجتمعان من وجه ويختلف كل منهما في وجه آخر. وتقريبا للأذهان مثلوا بكلمة عربي ومسلم، فهما يجتمعان في العربي المسلم، وينفرد العربي بالعربي غير المسلم، وينفرد المسلم بالمسلم غير العربي. فلا تستطيع أن تقول كل المسلمين عرب ولا كل العرب مسلمين، وإنما تقول بعض المسلمين عرب وبعض العرب مسلمين على خلاف العموم والخصوص المطلق، كالعلاقة بين مثلا البرتقال والفاكهة، فتقول كل البرتقال فاكهة ولا تقول كل الفاكهة برتقال، فيجتمعان في الأعم وينفرد الأخص. هذا مدخل بما يعني أن هناك دراسات إسلامية محضة لا تقوم على أساس لغوي، وهناك دراسات عربية محضة ربما لا ترتبط بدراسة النصوص الشرعية، وهناك قاسم مشترك بين العربي والإسلامي، بما يعني أنك لا يمكن أن تفهم النص الشرعي قرآنا أو سنة إلا بتمكن شديد من مجال اللغة العربية، لدرجة أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى أن يقرأ القرآن إلا عالم بالعربية. وأكتفي بمثالين. المثال الأول، نحن جميعا نقرأ قول الله تعالى ونكاد نحفظه من كثرة تردده، أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وهذا الجزء السهل المفهوم للجميع من الآية، فعندما حرم الإسلام قتل النفس حرم قتل النفس كل نفس وأي نفس، لم يحرم قتل النفس المسلمة فقط ولا المؤمنة فقط، وإنما حرم قتل النفس مسلمة أو كافرة، حتى النفس الكافرة. ونؤكد أنه لا قتل على المعتقد قط، أي أنه لا يقتل أحد على عقيدته،
او لاجل عقيدته حتى لو كان كافرا. لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما وجد امرأة مقتولة كافرة في الحرب مسنة قال من قتلها؟ ما كانت هذه لتقاتل، اي ان القتل ليس على المعتقد وانما هو لدفع القتل. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام نهوا قادة جيوشهم ان يتعرضوا للاحبار في بيعهم، ولا للرهبان في كنائسهم، ولا للفلاحين في مزارعهم. حتى في الحرب نهى عن التعرض للرهبان او الاحبار، فلا قتل على المعتقد قط. ولما مضت جنازة على النبي صلى الله عليه وسلم هب واقفا، فقيل له يا رسول الله انها جنازة يهودي، فقال صلى الله عليه وسلم أليست نفسا؟ فحرم الإسلام قتل النفس، أي نفس وكل نفس إلا بالحق. لكن النصف الآخر من الآية قوله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذا الجزء لا يمكن أن يفهم على حقيقة اللفظ، لأن الإحياء أمر لله وحده، لا يدعي أحد ولا يظن ولا يزعم أنه قادر على إحياء النفس، لأن الإحياء أمر لله وحده سبحانه. والحقيقة أنا عجبني، كنا في لقاء الندوة اللي هتيجي في النصف الثاني، وسألت الأئمة فأجاب أحدهم إجابة نموذجية ومثالية، وهذا أسعدني. الإحياء هنا عملية مجازية. إذا ما المقصود بالإحياء؟ وقال الإمام بإجابته من كان سببا في بقائها حية، أو في بقائها على قيد الحياة. بمعنى إذا كان الإرهاب يستهدف قتل النفس، فكل من يواجه الإرهاب سواء كانت مواجهة عسكرية لقواتنا المسلحة الباسلة، أو مواجهة أمنية لأجهزة الأمن، أم مواجهة علمية وثقافية وفكرية للعلماء والمفكرين والكتاب بتفنيد أباطيل الإرهابيين وضحض شبهاتهم وأباطيلهم، هذا يعمل. إذا كان الأول قاتل للنفس فالآخر محيي لها، أي محافظ على حياتها. وقال الإمام من يتبرع بالدم لإنقاذ نفس، هذا أحياها بعد أن أشرفت على الهلاك. وأيضا عندما تقوم الحملات الصحية مثل عملية المسح الشامل وعلاج مرضى فيروس سي وتقليل حالات الوفاة بين أصحاب هذا المرض إلى أقل نسب عالمية، أو 100 مليون صحة، كل من أسهم أو قام بعلاج إنسان وبعلاج النفس من أي مرض كان سببا في بقائها حية. إيواء المشرد وإطعام الجائع، توفير مياه الشرب الصالحة للإنسان جزء من إحياء النفس. ولذلك في ضوء هذا نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن رجلا وجد كلبا يلهس فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له فدخل الجنة. معظمنا أيضا استمع إلى هذا الحديث، لكن عندما نجمع الروايات المتعددة للحديث نجد شيئا آخر. النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رجلا وجد كلبا يلهس فقال لقد بلغ بهذا الكلب من العطش ما بلغ به، وكان الرجل قد أشرف على الهلاك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فخلع الرجل خفه، ودي بقى قيمة الفهم اللغوي للنص، خلع خفه أو ما وراء المعنى. يعني في نظرية عبد القاهر الجرجاني في ده الإعجاز نظرية ضخمة، المعنى ومعنى المعنى. المعنى العام سقى الكلب، لكن ما وراء المعنى؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فخلع الرجل خفه فنزل البئر فملأ الخف ثم أمسكه بفيه. كلمة بقى أمسكه بفيه لها دلالات تتخيل بها
المشهد التصويري لحال الرجل، اي ان لو كان يعني ليس الرجل لم يكن الماء على ظهر البئر على سطح الارض فخلع الخف، لا، خلع خفه ونزل البئر، ولان البئر كان عميقا وما كان للرجل ان يستطيع ان يمسك الخف بيده، انما اضطر ان يمسك الخف بفمه حتى يعتمد على يديه وقدميه في الخروج من البئر، بما يعني ان البئر كان عميقا وان الماء كان غويطا وكان الرجل في صحراء مهلكة لا يطلع عليه الا الله، اي ان هذا الرجل خاط بحياته للحفاظ على حياة الكلب، انه خاطئ جازف، لانه كان من الممكن ان ينزل الى البئر بهذا الوصف فلا يتمكن من الصعود ولا احد ينقذه، خاطئ بحياته من اجل انقاذ الكلب، فشكر الله له فغفر له فدخل الجنة. فاذا كان هذا حل من فعل ذلك مع الكلب، فما بالكم بمن يفعل ذلك لانقاذ حياة الانسان، فاحياء النفس بأن يقوم أو أن يكون سببا في إحيائها أو بقائها على قيد الحياة طبا أو علاجا أو إطعاما أو إيواء، وبغير المعنى المجازي وبغير فهم المعنى اللغوي ما كان لك أن تقف على دقة هذا النص، وإلا فعل الحقيقة لا يمكن لإنسان أن يحيي النفس، إنما إحياؤها لله وحده. المثال الثاني فقط حتى لا أطيل، في قوله تعالى في قصة السيدة مريم عليها السلام، امرأة عمران كانت قد نظرت إن أعطاها الله ولدا أن تجعله في خدمة بيت الله، فلما وضعت السيدة مريم عليها السلام قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. هنا بقى دور الدراسة البينية والتشابك اللغوي لفهم النص، الوضع السياق التشبيه الطبيعي في غير النص القرآني كان يقال هي رزقت بأنثى وليس الأنثى كالذكر، وإنما جاء بالتشبيه الذي يقول عليه البلاغيون إنه التشبيه المقلوب، لم يقل وليس الأنثى كالذكر وإنما قال وليس الذكر كالأنثى، كأن القرآن يقول ليس الذكر الذي كنت تتمنين كالأنثى التي رزقتين، ليس الذكر الذي كنت تتمنين كالأنثى التي رزقتين. ولما قامت السيدة مريم عليها السلام بخدمة بيت الله على أكمل وجه وبما لا يقضى عليه أو بما لا يقوم به كثير من الرجال في وقتها، وتفرضت في خدمتها لبيت الله، رب العزة قال وكانت من القانتين، ولم يقل وكانت من القانتات، هي تجمع جمع مؤنث سالم، قانتة يقال كانت من القانتات، ولكن القرآن ذكرها في عداد الرجال. صحيح علماء النحو يقولون هذا على سبيل التغليب ويمكن أن يضرج المؤنث في عداد المذكر على سبيل التغليب، ولكن نقول لهم ما خرج عن أصله لابد أن تبحث فيه عن العلة، وما أتى على أصله لا يحتاج إلى علة، حتى إن خرج عن الأصل إلى خلاف الأصل على سبيل التغليب لابد أن تبحث عن العلة، والعلة هنا أنها أتت بما يأتي بما كان لا يقوم به إلا الرجال، فجعلها في عدادهم قوة وقياما بالأمر، فقال وكانت من القانتين، وقال وليس الذكر كالأنثى، وهذا ما أخذه المتنبي مع تعديل يسير، هو في وفاة أم سيف الدولة قال فلو كان النساء كمن فقدنا، وأنا أردته عاما فعدلت يسيرا في النص، فلو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال.
العبرة بما يقدمه الإنسان لخدمة دينه ووطنه وخدمة الإنسانية. قبل أن أنتقل إلى النقطة الأخرى، عندما يتحدث الناس عن اللغة العربية ربما يجد بعض الناس يقول إنها لغة صعبة. نحن نحتاج، وسيأتي في مسألة التسارع التكنولوجي، مفهوم محو الأمية الآن اختلف، نحتاج إلى محو الأمية اللغوية سواء في اللغة العربية أم في اللغات الأجنبية. ومن تعلم لغة جديدة فتح آفاقا جديدة واكتسب ثقافة جديدة وضم آفاقا جديدة ومعارف جديدة. نحتاج إلى محو الأمية اللغوية سواء بتعلم أصول اللغة العربية أم بتعلم اللغات الأجنبية. ونحن الآن في وزارة الأوقاف المصرية نبث خطبة الجمعة مترجمة إلى 14 لغة. كل جمعة تتم ترجمة خطبة الجمعة إلى 14 لغة، إضافة إلى لغة الإشارة وإلى إذاعتها مسموعة بصوت عربي خدمة للمكفوفين ومن يريد أن يستمع إليها باللغة العربية الفصحى، حتى ننفتح على العالم ونتوسع وتبث صفحة وزارة الأوقاف ب17 لغة في هذا التوقيت. وفيما يصل بمواكبة التطور التكنولوجي، ففي أكاديمية الأوقاف التي افتتحناها منذ شهرين، خلال أيام ستكون الأكاديمية أقمنا فيها مركزا للتدريب على التكنولوجيا العصرية، وأقمنا مركزا شديد التطور في مجال الحاسب الآلي لتدريب الأئمة، وسيحصل على رخصة دولية، ليمنح رخصة دولية متخصصة دوليا، ويكون الامتحان فيها يعني أونلاين دوليا لجميع الأئمة، ونتوسع فيها لتنفتح بعد ذلك لعامة الناس. فمحو الأمية يتطلب محو الأمية اللغوية ومحو الأمية في التعامل مع وسائل التواصل، فضلا عن محو أمية القراءة والكتابة، إضافة إلى محو الأمية الدينية. أختم بنقطتين. النقطة اللي أنا بعود إليها، احنا اليوم مع السيد المحافظ افتتحنا دورة في فقه المواطنة، وهي الدورة الأولى يتبعها 5 دورات تشمل كل دورة 200 إمام، إيمانا منا بأن الوطن لنا جميعا وبنا جميعا، ويجب أن نتعامل على أسس وأرضية وطنية مشتركة لا تفرقة ولا تمييز فيها، لا على أساس الدين ولا اللون ولا الجنس ولا العرق ولا العصبية القبلية. وأكدنا أن كما ذكرنا، كما حرم الإسلام قتل النفس، قال سبحانه ولقد كرمنا بني آدم، ولم يقل كرمنا المسلمين وحدهم ولا المؤمنين وحدهم ولا أصحاب الأديان وحدهم، وإنما كرم الإنسان على إطلاق إنسانيته. وعندما قال صلى الله عليه وسلم ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع، لم يقل جاره المسلم ولا جاره المتدين ولا المؤمن، وإنما أطلق الإنسان على إطلاق إنسانيته. هناك ما يتصل بمجال العقائد والعبادات، وهذا هو ما بين العبد وبين الله في أمر معتقده، وهو ما سيلقى الله عليه على عقيدته وإيمانه وعبادته. لكن المشتركات الإنسانية، هناك آيات في آخر سورة الأنعام تضمنت وصايا 10، قال عنها سيدنا عبد الله بن عباس هذه الوصايا 10 آيات محكمات لم تنسخ في أي ملة من الملل ولا شريعة من الشرائع، وهي من ضمن ما جاء فيها وبالوالدين إحسانا. أروني أي ملة أو أي شريعة من الشرائع أباحت عقوق الوالدين أو قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أو أباحت الزنا، أو أباحت الكذب، أو أباحت الغد، أو أباحت الخيانة، بل إن الشرائع كلها على الرحمة والتسامح والتنوع وقبول الآخر. أما ما حدث من انحراف لدى أصحاب أي دين من الأديان فهو خروج على سنن الله الكونية وعلى ما تقتضيه جميع الأديان السماوية. فيجب أن نعظم المشتركات الإنسانية، وأن يحب الإنسان أخاه الإنسان
لأنه إنسان وبهذه الروح يأتي الحوار، وما قال فيه سبحانه وتعالى: لتعرفوا لا لتتقاتلوا ولا لتتناحروا، وأمر لعبادي في أمر دينهم إلى الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، سنة الله عز وجل في كونه. أما إن كانت الدعوة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إن شاء الله هذه الدورات سنأخذ الأئمة المتميزين في قوافل متعددة، ويسعدنا إن شاء الله بالتنسيق مع الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة إن نحن نعمل دورة متخصصة لمائتين أو 300 من طلاب الجامعة المتميزين في فقه المواطنة والتوعية بمخاطر الزيادة السكانية وضوابط الصحة الإنجابية، حتى لا يطيل الوقت يمكن أن نقيم دورة هنا بالتنسيق مع إدارة الجامعة بإذن الله في هذه القضايا. أختم بقى بنقطة كده خفيفة. أحيانا كنت أتحدث أيضا مع السادة الأئمة، وإحنا جعلنا حفظ القرآن وفهم القرآن شرطا لأي عمل تقدمي في الوزارة، سواء للإفاد أو للسفر أو للترقية أو للاشتراك في المدارس العلمية أو القرآنية. جعلنا حفظ القرآن وفهم القرآن، لأن كان هارون الرشيد يقول لمعلم أبنائه: علمهم القرآن تعذب ألسنتهم. بعض الناس كنت تقول له يعني أنت تقول لك أصل القرآن صعب، قول له يا أخي ده عكس الله ربنا قاله. ربنا قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ربنا يسره، أنت هتصعبه. أيضا اللغة العربية، عندما تتحدث مع بعض الناس عن اللغة العربية يقول لك لغة صعبة. أقول له: أنت ذهبت خلف المعقدين واللي هم اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحدهم: أسجعا كسجع الكهان ومن يجنحون نحو التقعر في الألفاظ والتقعر في نطق الحروف. اللغة لغة سهلة، لغة سمحة، كيف تكون لغة صعبة وهي لغة القرآن الكريم؟ وحافظ يقول: وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي. ويقول: ولدت فلما لم أجد لعائسي رجالا وأكفاء وأت بناتي، أنا البحر في أحشائه الدر كامن أو كامنا بالضبطين، أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي. اللغة تحتاج إلى غواص ماهر يأخذ سهولتها ويصيغها أسلوبا سهلا رقيقا. هذا ما أختم به. دخل يوما المتنبي على سيف الدولة الحمداني، وكان المتنبي أثيرا عنده، مقربا عنده، وكان له حساد كثيرون من الشعراء المغمورين وغير المغمورين. فكلما أنشد المتنبي بيتا قالوا له: أخذه من فلان، انتحله من فلان، حتى استطاعوا أن يغضبوا سيف الدولة على المتنبي، فأخذ الدوات التي يضع فيها الحبر فضرب المتنبي فشجه. وهنا قال المتنبي على السليقة: إن كان سركم، شوف عزوبة الأبيات، إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرداكم ألم. إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرداكم ألم. فتحول الموقف، لأن البيت جاء وليد اللحظة، ودخل أبو تمام يمدح أحد
الخلفاء العباسيين فمدحه بقوله: اقدام عمر في سماحة حاتم، في حلم احنف، في ذكاء اياس. وانتم تعلمون ان ابا تمام كان من انصار مدرسة البديع، وهذا الفن يسمى بمراعاة النظير، وهو الجمع بين الشيء وما يناسبه، كما قال احد الناس مبالغا ليصف: انت محمدي الخلق، شعيبي التوفيق، اسماعيلي الوعد، يوسفي الجمال. قال: اقدام عمرو بن كلثوم في سماحة حاتم، حاتم الطائي، في حلم احنف، الاحنف بن قيس، في ذكاء اياسي. وهنا قال الفيلسوف الكندي، وكان حانقا على ابي تمام وكان له بالمرصاد: الخليفة فوق من وصفت، ما زدت على ان شبهته ببعض صعاليك العرب. بقى الخليفة اكبر من كل هؤلاء. وهنا قال ابو تمام على السليقة ايضا: لا تنكروا ضربي له من دونه، لا تنكروا، لا تنكروا ضربي له من دونه، مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الاقل لنوره مثلا من المشكات والنبراسي. قال: ان كنت شبهته بما هو اقل، فرب العزة شبه نوره بما هو اقل. ودخل احد الناس على الحجاج الثقفي وكان غاضبا عليه مصرا على قتله، فقال له الحجاج: لأحملنك على الادهم. والادهم من المشترك اللفظي بين السيف وبين الفرس. فقال: لأحملنك على الادهم. فقال له: مثل الامير يحمل على الادهم والاشهب. فتخلص من المشترك اللفظي الى الاشهب الفارس فقط. قال له: مثلك يهديني فارسا اركب عليه لا يقتلني، لاحملنك على الادهم. قال: مثل الامير يحمل على الادهم والاشهب. قال: لا، اردت الحديد، اردت السيف. قال: والله لان يكون حديدا خير من ان يكون بليدا. الحديد السريع فحولها، وظل الخطاب بينهما حتى قال الحجاج: قبح الله من لا ادب له، واطلق صراحه. ثم دخل ثابت قطنه على احد ولاد بني اميه، وكان ثابت من انصار سليمان بن عبد الملك، وكان يخشى ان ياتي الوليد وكان لا يحبه، فانشا في عهد سليمان: نعوذ بالله ان نبقى ونفقده. احنا نعوذ بالله ان نموت، ايه يموت قبلنا، نعوذ بالله ان نبقى ونفقده، او ان نكون لراع بعده خدما. فقال جاء به الوليد اول ما تولى الخلافة وقال: يا عدو الله، الست القائل؟ قال: ما هكذا قلت يا امير المؤمنين، انما قلت نعوذ بالله ان نبقى ونفقدهم. فيكم كلكم، انا اريد بني اميه جميعا، او ان نكون لراع بعدهم خدما. وهذا يسمى بالمواربه. وهناك يوم ان كنت طالبا في درجه الدكتوراه، قابلني بيت واخذت ان ابحث عن الفن البلاغي المناسب له لفتره طويله، وسالت كثيرا من الاساتذه حتى دلني استاذ على فن الافتنان، وبحثت طويلا عن المصادر. وفن الافتنان هو ان تجمع بين فنين مختلفين في كلام واحد، كأن تجمع بين المديح والهجاء، أو بين الرساء، أو بين التهنئة والتعزية. وهذا ما قام به أحد الشعراء العباسيين. أحد الخلفاء مات أبوه وتولى الخلافة بعده، ووقف الشعراء بالباب، كل لا يريد أن يدخل، يخشى أن يبدأ بالتهنئة فيكون الخليفة حزينا على أبيه، ويخشى ان يبدأ بالتعزية والرجل فرح بالخلافة، فوقفوا وكل يدفع الاخر، حتى دخل احدهم فقال: دموع اسى، دموع اسى في دموع مصرة، دموع اسى في دموع مصرة، فما عبس المحزون حتى تبسم. فجمع بين التهنئة والتعزية. آخر بيت أختم به: أنتم تقرؤون قول الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. اللي بدأ بالسيئة،
اللي حاسب ده مش سيئة، ده عقوبة. يعني الكلام في غير النص القرآني أن يقال وجزاء سيئة عقوبة مثلها في الفعل، إنما قال لأن العقوبة ليست السيئة، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. قال وجزاء سيئة سيئة، مع أن العقوبة على السيئة ليست سيئة كالقصاص. القصاص ليس جريمة بل شرع الله، لكن سماها سيئة ليه؟ قالوا حاجتين. ده فن في البلاغة يسمى بفن المشاكلة، كأنه يقول الجزاء من جنس العمل، وأنت الذي جنيت على نفسك، وسيئتك هي التي أتت لك بعقوبتك. المعنى ده، دخل أحد الناس ضيفا، حل ضيفا على قوم، فأرادوا يعني أن يقدموا له طعاما، وهو أراد ما فوق ذلك، أراد أن يحمل طعاما ولباسا. قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، تأكل ايه؟ قلت اطبخوا لي جبة وقميصة. قال له ما انا عايز اكسي، انا مش عايز اكل، بس بدل ما يقول له مكسوني. قال اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصة. فسمى حياكة الجبة والقميص طبخا على سبيل المشاكلة. ولذلك لما قال الحق سبحانه وتعالى طلعها كأنه رؤوس الشياطين، قال احد الناس لأبي عبيدة يا أبا عبيدة كيف يشبه القرآن ما لا نعلم بما لا نعلم؟ شبه شجرة الزقوم بكأنه رؤوس الشياطين، ونحن لم نرى لا رؤوس الشياطين ولا زقوم جهنم. قال إنما خاطب العرب على قدر كلامهم، ألم تسمع إلى قول قيس أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنودة زرق كأنياب أغوالي؟ العرب لم طال الغول قط، وهو أمر حيوان وهمي، ولكن ذكره كان يخيفهم ويزعجهم. عارف لو القرآن قال حاجة أنت تعلمها، لو قال لطرازة الثعبان، بعض الناس يقول لك أنا لا أخاف من الثعبان، ولو قال كالنار يقول لك أنا بلعب بالنار، ولو قال كالزجاج يقول لك أنا باكل الزجاج. وإنما جاء طلعها كأنه رؤوس الشياطين ليتخيل كل إنسان رأس الشيطان بالطريقة التي تخيفه هو، وما يخيف إنسان ليس بالطبع وما يخيف الايه الآخر، وإنما أتى به لتذهب فيه النفس كل مذهب. هذه هي لغتنا بجمالها وإبداعها ونقيها وفهمها. نسأل الله لنا ولكم كل التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.